طبعا برحب بيك تاني يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا كابتن، طبعا معايا نجم يعني الفريق كابتن عبد الله عبد السلام. كابتن عبد الله، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وكمان كابتن هيثم يعني برحب بيك وكل ضيوفه الكرام في الاستوديو، بيوجهوا لك تحيه يعني بيقول لك ان هو بيسلم عليك. ربنا يبارك لك يا سلام، برحب بيكي، برحب بكابتن هيثم وضيوف الكرام. بقول لهم كل سنه طيبين، وده اول لقاء لنا ان شاء الله في مباراه بيترو جيت. ان شاء الله يبقى فتحة خير علينا ان شاء الله. اتمنى منهم يكون الاداء عجبهم. الحمد لله رب العالمين، بدايه قويه لينا، ماتش مهم لينا في المجموعه، بيحسم لينا الصداره واحده واحده ان شاء الله. ربنا يكرم كده يعني نقدر نخش جوه مده الدوري. طبعا الدوري طويل زي ما انت عارفه، لسه هينتهي في شهر مايو باذن الله رب العالمين. ربنا يكرم ان شاء الله رب العالمين. احنا اتم استعداد الجهاز الفني واللعيبه، الحمد لله مركزين تركيز تام. ان شاء الله نقدر نعوض خساره الدوري والكاس، ان شاء الله نقدر نفرح جمهورنا، عندهم ثقه في الفريق يعني بلا حدود. ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله، ويبقى عند حسن الظن باذن الله. باذن الله يا كابتن. طبعا خليني اكلمك على مباراه النهارده، مباراه بترو جيت، شايف ازاي اداء لاعبي النادي الاهلي كلهم طبعا طوال المباراه، وكمان خليني ابارك لك على مباراه اليوم. ربنا يخليك، الله يبارك فيكي. طبعا مباراه مهمه جدا، مستعدين بقى لنا اسبوع مستنيين المباراه دوت. طبعا يعتبر بترو جيت من اقوى الفرق اللي موجوده معانا، طبعا مع فريق ترسانه مستعدين ليها بشكل كويس جدا. خدنا محاضرات عليها الجهاز الفني، يعني خدنا محاضرات كتير، قال لنا لازم ناخد المحمل الجديه للمباراه. زي ما انت شفت اداء الفريق الحمد لله رب العالمين، التركيز من اول المباراه لحد اخر المباراه الحمد لله. يعني زي ما انت شفت الاشواط كمان، الفرق يعني كويس جدا جوه الجيمات. اتمنى ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نكمل بنفس الشكل دوت. وزي ما قلت لك يعني ان شاء الله احنا نهايتنا ان شاء الله شهر مايو، والحمد لله رب العالمين يعني احنا بناخدها ماتش ماتش. ان شاء الله الماتش الجاي نركز فيه مع بنها واحده واحده، ان شاء الله نخش في مود الدوري ورتم الدوري ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله. بالفعل يا كابتن، زي ما انت قلت النهارده الاداء يعني اديته اداء متميز طوال الثلاث اشواط، ويمكن كمان ظهور المحترف والليبرو الكوبي، يمكن ده طبعا يعني اكيد فرق معاكم، ويمكن شفنا طوال ثلاث اشواط ادى اداء قوي جدا، ويمكن انسجم كمان مع الفريق بسرعه بما ان ده اول مباراه ليه. طبعا بالنسبه ليوندر اول ماتش ليه لسه مسجل، يعني خلاص الكلام لسه طالع النهارده. اول ماتش ليه لويجي المحترف الايطالي، كان عنده اصابه سبين انكل قعد يجي شهر، ده اول مباراه رسمي يلعبه بردك معانا بشكل يبتدي بيه من الست الاساسي. اتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون اضافه لينا قويه، احنا برضك بندعمهم على قد ما نقدر، وان شاء الله ناخد منهم احسن حاجه ونستفاد بيهم من خبراتهم. لعيب طبعا منتخب ايطالي ولعيب منتخب كوبي، الاثنين طبعا على مستوى محترمين، وان شاء الله يبقوا اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرم ونكسب بيهم جميع البطولات باذن الله. كابتن، طبعا مباراه بترو جيت هي مباراه المؤجله طبعا من بدايه دوري التمهيدي، يمكن كده الجوله انتهت، ان شاء الله ايه المباريات القادمه يا كابتن وهتستعدوا لها ازاي؟ ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله مع فريق بنها، طبعا فريق صاعد للدوري الممتاز، طبعا معاه جهاز فني محترم، لعيبه محترمين، اكيد بنستعد للمباراه، بناخد محمل الجديه خلاص، ما بعدها ان شاء الله بنخش على مصر البترول ان شاء الله عندنا في النادي، نرجع ناخد بترو جيت تاني. الماتش كان مؤجل، هو المفروض في الاسبوع الثالث هنرجع نلعبه في ميعاده باذن الله رب العالمين، والحمد لله ربنا يكرم يعني ناخد اسكندريه البترول واحده واحده ان شاء الله رب العالمين، نخلص المجموعه ونخش على الدوري الجاي باذن الله. لا يا كابتن، بتمنى لك التوفيق وبشكرك مره ثانيه، ومبروك يا كابتن على مباراه اليوم. ليك، الله يبارك فيكي، وان شاء الله نعوض الجمهور ان شاء الله، ان يعني ما في وسعنا ان شاء الله نعوضهم السنه اللي فاتت على اللي حصل ان شاء الله، كلنا على ايد واحده بالجهاز الفني وجماهيرنا والمجلس الاداره، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. كابتن بشكرك جدا يا كابتن. شكرا ليك. شكرا. شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع نجم الفريق كابتن عبد الله عبد السلام، والان العوده مره اخرى للاستوديو. اتكلم ليك يا كابتن هيثم، تفضل.